يقول عندما أقول أعوذ بكلمات الله التامات يعني استعذت بغير الله كذي عدل ولا لا؟ مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه استعاذة بصفات الله، كلمات الله صفة له وعزته صفة له ورحمته صفة له، فإذا استعذت بصفة من صفات الله فأنت استعذت بالله لأن صفاته منه سبحانه وتعالى، فلا يكون شركا. إيه نعم.